تشديدات أمنية في جميع أنحاء الخرطوم وعدد من المدن واعتقالات تطال أعضاء في القوى الثورية تحسبا للمظاهرات التي دعت إليها لجان المقاومة الشعبية وقوى الحرية والتغيير رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمطالبة بنقل الحكم للمدنيين. ومع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية ترفع القوات الأمنية درجة استعداداتها للتصدي لها لمنع رقعة اتساعها. في مقابل ذلك يلح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على التمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. البرهان كشف خلال لقائه قوى سياسية سودانية مختلفة أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مصر على تقديم استقالته التي لوح بها في وقت سابق في حال عدم تحقيق أي توافق بين القوى السياسية رغم محاولة دولية لثنيه عن ذلك. التوافق والانتخابات والحديث عنهما لا يخلو من التناقضات بحسب مراقبين، إذ يرى البعض أن أجواء التغيير غير الدستوري لا يمكن أن تؤدي إلى ديمقراطية نزيهة.